بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنتكلم فيه على موقع للذكاء الاصطناعي. حقيقة بيعمل أشياء كتيرة، لكن من أهمها حاجة طلبتوها كتير جدا واتكلمتوا فيها. لو أنا عندي بحث مثلا، عندي بحث، هل البحث ده ممكن إن أنا أحوله إلى باوربوينت؟ هل ممكن ده يبقى في موقع بيعمل ده؟ طبعا مش هنتكلم على إن الموقع بيكتب، الموقع بيعمل كمان تشات مع أي دوكيمنت وبيعمل صور، كل الكلام ده الموقع بيعمله، بالإضافة إنه كمان بيعمل باوربوينت بريزنتيشن من مجرد عنوان. لكن الجديد اللي إحنا ما قابلناش غير في الموقع ده هي فكرة إن أنا بيكون عندي بحث، ثم البحث ده بيعمل له أبستراكت أو أوتلاينز، وبعدين بياخد الكلام ده يعمل لي منه باوربوينت. تعال نشوف الموقع بتاعنا. الموقع بتاعنا اسمه popai.pro، برضو هحط رابط الموقع في شرح الفيديو. بمجرد ما هتدخل على الموقع هتجد ان زي ما قلت في حاجات كتيره، تشات ويز دوكيمنت، واحنا شفنا مواقع كتيره بتعمل الكلام ده اهوت. تمام، الموقع كمان اي اي برزنتيشن، يعني وده اللي احنا شفناه في موقع زي جاما، وانا من وجهه نظري ان موقع جاما هو افضل موقع الى الان من وجهه نظري. احنا كنا قدمنا له قبل كده فيديو في حته البرزنتيشن. الموقع طبعا فيه جزء بتاع الايمج برضو، ده موجود على الموقع لو انت عايز انك. طبعا الموقع مصمم زي ما انتم شايفين برزنتيشن، عايز تعمل عروض، فلوت شارت برضو لو انت عايز تعمل زي مثلا كده رسم يوضح تتابع شيء معين، الصور، الجانب الاكاديميك زي هيومن رايتن، يعني اكتب حاجه كأن البشر كاتبها بنسبه 100%، يونيك اي سي رايتنج، يعني هيكتب لك مقالة متفردة، والمقالة ديت بتبقى كأنها يعني لو وديت على اي اي ديتكشنز مش هيبقى اكتشفها. هذا هو كلامهم. برضو سمارت ريسيرش، لو عايز تعمل بحث، بحث بيتسم بقدرة على الذكاء وانه يتسم بالقدرة الاكاديمية، خلي بالكوا ده كله احنا في التصنيف الاكاديمي. ترن اكويشن انتو لاتكس، الناس اللي زي حالاتي بيحبوا اللاتكس او اتعلموها في فترة من حياته، ازاي تحول تكتب اي معادله بصيغه اللاتكس. ريسيرش بروبوزال، برضو كتير منكم سالني ريسيرش بروبوزال، فيش موقع يعمل لي بروبوزال خطه بحث، او موقع ده بيعمل خطه بحث. الموقع فيه حاجات كتيره جدا جدا، لكن انا زي ما انا قلت انا مش عاوز اتكلم على النيو برزنتيشن. تعال بس نتكلم على فكره ازاي ان انا في الموقع ده هو اقدر ان انا استفيد. خليني بس ان انا الاول هخرج من الموقع واوضح لكم برضو بعض الاشياء المتعلقه بالموقع. هشيل ده كده وهرجع كده اقول له ان انا كاني بدخل لاول مره. فبوب اي اي دوت برو، الموقع بهذا الشكل، هقول له ساين اب، هيقول لي عايز ساين اب ازاي. لو عندك الجيميل زي ما انا كنت داخل اوكي، ما عندكش ممكن تستخدم اي حاجه تانية حضرتك. فانا ممكن اقول له مراتي انا عايز الجيميل، هيدور على الجيميل، هيبص يلاقي الايميل ده هو. لو انت ما عندكش وعايز تستخدم مثلا ايميل عادي، كل اللي هتعمله هتكتب الايميل بتاعك العادي مثلا زي الهوت ميل، زي الهوت ميل كده. تمام، عشان برضو بعض الناس، واقول له نيكست، هيبعت لي ايميل، هيبعت لي الفيريفيكيشن كود اللي انا ادخل بيه. كتير يقول لك الكود ده بيجي لي ازاي؟ ده وانا انا الايميل اللي كتبته هروح افتحه دلوقتي، هبص هلاقي موجود الفيريفيكيشن كود بعته لي. يعني انا بكلم حضراتكم وانا دلوقتي مثلا حاليا على الموبايل، فببص على الموبايل بتاعي وبشوف افتح الايميل بتاعي، فبص الاقي الفيريفيكيشن كود قدامي اهو، هنقله. طبعا كل واحد بيبقى له فيريفيكيشن كود خاص بيه، خاص بيه، ده خاص بالايميل اللي انا كتبته. تمام، فكل اقول له فيريفيكيشنز فبيدخلني وقال لي حسين هوت ميل. طب ايه اللي انت عطوه لي مقابل الفري؟ عطيلك انك انت من حقك في اليوم الواحد، في اليوم الواحد 30 سؤال. خلي بالكم برضه عشان الامر يبقى واضح، بعض الاشخاص بيجي لها 10 فقط، في تشات جي بي تي برضه بيجي له 2 فقط. فكله يعني انا هبعت لكم لينك، بحيث اللينك ده يخليك تاخد، لو انت دخلت لوحدك ممكن تجد انك توصل لك 2 بس في الشات جي بي تي 4. تمام، خلي بالكم ايه، بير دي، يعني يوميا تقدر تستخدم الشات جي بي تي 3.5 او 10 اسئله توجههم للتشات جي بي تي 4. طب وفين التشات جي بي تي 4؟ خليك مع حضرتك معايا، ادي تشات جي بي تي 4 اهو، كده انا شغال بالتشات كده، تشات جي بي تي 4 انا كده شغال عليه. طيب جميل جدا، لو انا خليني في ال 30 دلوقتي. طب ايه الموقع بيعمل ايه؟ زي ما قلت الموقع كرييت نيو ريبريزنتيشن، جنريت ايمج. الموقع طبعا بيقول لك حمل اي مقاله باي لغه. طب ايه حكايه، ايه موضوع موقفه من اللغه العربيه؟ الموقع بيدعم اللغه العربيه. طب ازاي بيدعم اللغه العربيه؟ خليني بس ان انا اخد مقاله كده، بحث من الابحاث،
نفترض يعني وانا دخلت كده على مقاله من المقالات ديت، وليكن المقاله دي، قمت جاي قلت له حملها لي، وهيحاول يحملها تمام، وبعد ما يحملها هيفتحها لي وهيعمل لي ابستراكت ليها سريعه كده. طيب باي لغه؟ هوري حضرتك ازاي تستخدم اللغه العربيه وازاي تخلي اللغه العربيه. طبعا هو الاوت بوت مكتوب كلمه اوتو، اوتو يعني اوتوماتيك، هو هيلاقي اللغه اللي مكتوب بيها المقال هيكتب زيها. طب انا عايز اغير، تكتب كده وتقوم جاي نازل مدور على اللغه العربيه، ادي اللغه العربيه لو انت عايز اللغه العربيه تمام. خلي بالك هو اي حاجه بيعملها لي طبعا هنا حلل لي المقاله وعامل لي ليها ابستراكت، وعامل لي ليها ابستراكت. هنا بيقول لي نوع المقاله ايه، حاجه جنرال ممكن اقول له دي بيبر، ده بحث علمي. شوف اضاف لي ايه، هيضيف لي مقترحات اخرى، اقتراحات اخرى. وات از ذا ستدي، ايه غرض الدراسه، ايه الميثودولوجي، ايه هي الاثر ديسكفر، ايه اللي اكتشفوا الباحثين. طبعا كل الحاجات دي اسئله خاصه بيه. طب انا عايز اعمل برزنتيشن من البحث ده، طبعا لو عايز سمري كل ده موجود، عايز اعمل له برزنتيشن. يقول لك عايز نوع برزنتيشن شكلها ايه، كريت برزنتيشن اوت لاين فور اكاديميك كونفرنس، انت عندك مؤتمر وراح تقدم فيه البيبر دي، ولا كريت فور بزنس استراتيجي سيشن، ولا فور ايدوكيشنال تريننج، انت عندك تدريبات تدريب وهتستخدم المقاله دي في التدريب. كريت برزنتيشن اوت لاين فور شيرنج ريسيرش فايندنج، هتعملها عشان تشارك بس. ان كل الحاجات دي، تعالى مثلا نفترض ان انا هقول له انا رايح اكاديميك مؤتمر علمي وعايز اعمل برزنتيشن، فاعمل لي الاوت لاين بتاعها تمام اوتوماتيك. انت عايز ايه اللغه اللي انت عايز تستخدمها، هقول له خليها بالعربي المره دي، واقوم جاي عامل العلامه ديت، هيبدا يكتب لي المفروض باللغه العربيه، لان انا قلت له الاوت بوت عربي، فالمقاله انجليزي بس هو هيعمل لي الكلام ده باللغه العربيه. زي ما حضراتكم شايفين الموقع بدا يكتب وعمل لي عناصر البرزنتيشن بتاعتي، وممكن اقول له هنا بقى كرييت برزنتيشن، هيعمل لي برزنتيشن من الموضوع ده. خلي بالكم برضو انا في البلان بتاعتي انا دلوقتي استخدمت 2 3.5، لكن خلي بالكم بقى من حاجه جميله جدا في الجزء اللي تحت ده كده، بيقول لي انريتش، تعالى نطور الموضوع ده. ممكن كان بقى بالانجليزي وارجع اقول له ترجمه للعربي، او هو بالعربي يقول له ترجمه بالانجليزي. طب حاجه اسمها اون ريتش فول تكست، يعني اعمل لي كده، اعمل لي اثراء، تعالى طور السلايدز دي بس باستخدام شات جي بي تي 4. فقوم جاي لو ضغطت هنا بقى هيبدا يعمل لي برزنتيشن تانية لكن باستخدام شات جي بي تي 4. هنا طبعا بيقول لي العناصر، الكي وورد، الكلمات المفتاحيه، طبعا نظريه الاستجابه للعنصر او المفردات، التحليل الاحصائي، مقدمه، بادئ بيكتب، لكن المره دي بيكتب بتشات جي بي تي 4. خلي بالكم انا عندي صلاحيه لغايه 10 استخدامات لتشات جي بي تي 4. اللي حضراتكم بعضكم ممكن يلاقي عنده 2، لو استخدمت الرابط هتوصل لل10. برضه تشات جي بي تي 3.5 ممكن هتلاقي نفسك بتستخدم. هنا بدا يضيف لي صور، بدا يضيف لي الكلمات المفتاحيه، بدا يضيف لي حاجات التحليل الاحصائي المستخدم تمام، بدا يكلم لي على اعمل لي فلوت شارت. طبعا ده اللي عمله الاثراء ده، حصل باستخدام تشات جي بي تي، تشات جي بي 4. طبعا انا قلت نوت، لو حضراتكم بصيتوا انا بعد ما هيخلص دي هيقول لي والله تشات جي بي تي 4 بتاعتك اخبارها ايه، انت استخدمت منها قد ايه. فالجزء الاولاني طبعا هنشوف حالا دلوقتي، طبعا اي حاجه انا بعملها بيتم حفظها. طبعا انا هنا بس عشان اكبر الشاشه او اصغرها بهذا الايه، بهذا الشكل. طيب لو رجعنا تاني للاي اي برزنتيشن بتاعتي، الاي برزنتيشن انا ممكن اعمل برزنتيشن من هنا. لو رجعنا مره تانية ممكن تعمل كرييت نيو برزنتيشن تمام. لو انت بقى طبعا بيبدا يسالك البرزنتيشن عايز فيها كام صفحه او كام سلايدز، قدامك لغايه 25، عايزها مختصره ولا عايزها فيها ديتيلت وتفاصيل، اللي انا عايز فيها تفاصيل تمام. خلي بالك دلوقتي بستخدم تشات جي بي تي 4. ها الاودينس بتوعك مين؟ هل دي لنفسك ولا دي لطلابك ولا دي لبزنس ولا ده من اشوال الاستثمار؟ تعال نفترض اعملها لطلابي. طب الريفرنس دول اجيب لك ريفرنس منين؟ اجيب لك ريفرنس اوتو ريفرنس انا اجيبهم لك، ولا انت مش عايز ريفرنس؟ لا خليه هو يستخدم الاوتو ريفرنس بتاعه تمام. طب ايه الموضوع اللي هيبقى في البرزنتيشن؟ ما تتحدد بس تكتب لنا الموضوع. نفترض مثلا عايز اتكلم على الديسلكسيا اند الاكسكيوتيف فانكشنز مثلا، ده الموضوع البرزنتيشن بتاعتي.
تمام among school او children، among بين الاطفال مثلا نفترض. يبقى انا حددت هنا بيقول لك الاوت بوت، عايز الكتابه تبقى باي مستوى من برضه اللغه العربيه المتاحه. الناس اللي هتسالني طيب عايز البرزنتيشن استخدم الشات جي بي تي البيزك ولا الشات جي بي تي 4؟ خلي بالكم انا مع عندي صلاحيه ان انا استخدم الفور، لان انا عندي هنا هو انا استخدمت واحده بس عشان اعمل الجزء الاولاني، لكن انا هنا هو عندي ممكن لسه عندي تسعه فممكن استخدمها تشات جي بي 4، واقوم جاي اعمل له علامه انتر. هيبدا دلوقتي يعمل ايه؟ يعمل لي الاوتلاين ل طبعا بيبحث عن الويب علشان يحضر المصادر اللي هيكتب منها، فدي المراجع اللي هيكتب منها زي ما حضراتكم شايفين، دي مراجع هنكتب منها، هيكتب منها كلها لينكات يعني ممكن توصل لها، ما هياش حاجه بعيده. وهنا بدا يكتب الاوتلاينز بتاعك اللي موجود الاوتلاينز، فبدا يقول لك والله احنا ده العنوان والاندرستاندنج ديسلكسيا اند اكسكيوتيف فانكشن، وبدانا بتعريف الديسلكسيا والاكسكيوتيف فانكشن، وبدانا نعرف ايه هي الديفيسيت او المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده في الوظائف التنفيذيه، وبعدين بدانا نتكلم على الديسلكسيا والفصل الدراسي. بادئ عمال يكتب تمام، وبعد ما يخلص لو مش عاجبك الاوتلاين ده ممكن تقول له ريجنريت واعمل لي اوتلاين تاني، واعمل لي اوتلاين تاني تمام. بدا يتكلم استراتيجي فور انهانسنج، ازاي نطور الاكسكيوتيف فانكشن، فبيتكلم على الكوجنيتيف تريننج اكسرسايز، التدريبات المعتمده على الجانب المعرفي، وبعدين educational intervention تدخلات تعليميه. طبعا كل الحاجات دي موجوده ودي المراجع اللي هو استخدمها. طبعا هو لسه عمال يكتب تمام، لان كل ما هتطلب سلايدز اكتر كل ما هيديك اكتر موقع. يعني احنا طبعا مش عايزين ان احنا يعني ناكد على ان الموقع ممتاز، اولا بيسمح لك باستخدام تشات جي بي تي 4، ودي من الحاجات المواقع مش مواقع كتيره بتسمح بده، وكونه ان يديك 10 كل يوم برضه عشان الناس اللي بتسالني هي ال 10 دولت مره واحده وخلاص، لا ال 10 دولت كل يوم كل يوم، ممكن انك انت يعني يوميا لو انت خلصتهم وحاولت تستخدمه تاني يقول لك ده هيتجدد لك بكره في التوقيت الفلاني. طبعا بعد ما يخلص هتيجي المرحله الثالثه ان انت تعمل برزنتيشن، وبعد ما تعمل برزنتيشن ممكن تشيرها. اوتلاين از ريدي، حضرتك هتتفرج على الاوتلاين ده لو مش عاجبك تقول له ريجنريت اوتلاين، ده مجرد اوتلاين بيبقى موجود. بدانا نقول له كرييت بقى برزنتيشن في المرحله الثالثه، بيقول لي تشيكنج ذا فورمات اوتلاين، هو هيحاول يظبط الدنيا بقى ويعمل لك برزنتيشن فيها صور وفيها رسومات وفيها كذا وفيها كذا، بحيث ان حضرتك تقدر تستفيد بيه. هنسيبه لغايه لما يخلص ونرجع لما يخلص البرزنتيشن ونجهزها لنا. طبعا حضراتكم شايفين ادي بقت طبعا احنا قايلين الديسلكسيا اند اكسكيوتيف فانكشن ان تشيلدرن، فجايب لي اطفال وقاعدين بيعملوا شكل من اشكال البازلز. بدا يقول لي الكونتنت بتاعك اهو، الاندرستاندنج ديسلكسيا اهي، ديفايننج ديسلكسيا تعريف صعوبات التعلم وتعريف الوظائف التنفيذيه اهي. بدا يتكلم الايدنتيفاينج اكسكيوتيف فانكشن ديفيسيت برضو بالرسومات والكلام، طبعا شايفين الاخراج احترافي 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 جدا جدا جدا، وطبعا في النهايه ثانك يو. طبعا انا كنت محدد عدد معين هنا، طبعا بحدد عدد معين من الشرائح، فهو الشرائح موجوده زي ما انتم شايفين، عامل لي 15 شريحه برضو، دي من ضمن الحاجات اللي مواقع كتيره جدا جدا تمام. زي ما قلت اللي انت لو عايز تشير بقى تاخد كابي من البتاع دي وتروح لاي حد تبعته له او تعمل داونلود، وهنا بتيجي بقى ايه الحاجه اللي مش ظريفه. داونلود عشان تعمل داونلود لازم انك انت تكون في النسخه الايه البروفيشنال، يعني تدفع تمام. يعني قلت له كده هيقول لي ايه؟ هيقول لي لا لازم تدفع. طيب ايه الحل؟ زي ما انا قلت ان الحل ممكن ان انت يعني اعمل برزنتيشن هنعرضها لي بهذا الشكل واخد منها كاب سكرين واقوم جاي حاططها عندي بحيث ان انا اقدر استفيد بيها. لكن ادي البرزنتيشن، البرزنتيشن بيديني لينك بحيث اقدر اشيره مع اي حد. شايفين برضه شايف الصور جدا 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 معبره، فالموقع ممتاز، الموقع بيعمل حاجات كتيره جدا، المواقع اصبحت بتتطور بشكل سريع بشكل. طبعا احنا قلنا ان حتى الحاجات اللي جت من الكلام ده الريفرنس بتاعتها في الاوتلاينز اللي حضراتكم شفتوها، لما جينا في الاوتلاينز لقينا جايب لي الريفرنس اللي جايب منها الكلام ده، هو اضغط على الريفرنس كده فممكن بياخدني للمكان اللي جايب منه المعلومه
وات هابن وين ستودنت دازنت هاف، بيدعم العربي، بيدعم العربي، حاجات كتيره جدا. اتمنى لكم كلكم المواقع دي ان شاء الله تستخدموها كلكم في الخير، تقدروا تستفيدوا بيها، واتمنى لكم جميعا السلامه والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.